النهارده الحقيقه في بقى لنا يومين السيول بتجتاح منطقه طابه ومنطقه شمال سينا ونويبع وغيرها، والحقيقه انه في اصابات، يعني في سياح كانوا يعني محبوسين في مناطق هدمت باكملها، في طرق معرفش بخرات السيول راحت فين، بيقولوا ان في بعض الانشاءات وبعض توسيع الطرق ادى الى انه مخرات السيول تم اغلاقها او تم ردمها. طب خلونا نعرف بالظبط ايه الوضع. احنا عندنا اجلاء 300 سائح من طابه. معي على الهاتف الاستاذ سامي سليمان رئيس جمعيه مستثمري طابه ونويبع. استاذ سامي، لو تقول لنا بالظبط ايه الخسائر الموجوده من جراء هذه السيول. مساء الخير. مساء النور، اتفضل. نمره واحد، انا كنت هناك يعني في السيل نفسه ماشيين ومصورين، وحتى الصور اللي في الاهرام دي احنا اللي منزلينها. المشكله انا كان معايا حتى المحافظ من سنتين، وعدينا زي ما حضرتك شفت الصور اللي انت بتعرضيها سيادتك، لقينا الطريق بيتوسع، وانا كنت رحت قعدت مع رئيس الوزراء وكلمته، ان قلت له ان مجرى السيل اللي موجود بطبيعه الحياه من زمان، المقاولين العرب دلوقتي يوسعوا لنا الطريق، المهندسين اللي موجودين للاسف بيردموا هذه المجرى نتيجه ان الجبل ملاصق لهذا الطريق. مين اللي بينفذ؟ المقاولين العرب؟ المقاولين العرب سيادتك. والمقاولين العرب امبارح برضه صورت لهم عربيه بترمي المخلفات توسع المينا على الطريق الدولي اللي بره، وصورت عربيه وعندي ومستعد اجيبها لحضرتك. يا ريت تجيبها لنا، لان الحقيقه عايزين نواجه مسؤولي مقاولين العرب. موجوده وجايب لك العربيه وهي بترفع وبتقلب ورقمها. فبالتالي انت عندك مخرات السيول نتيجه الاعمال الانشائيه تم ردمها. تم ردمها نتيجه ان الجبل جاي ملاصق للطريق وهو عايز يتوسع، فمش عايز يكسر عشان التكلفه. فبالتالي راح ردم. دي ده نمره واحد. نمره اثنين، بيتعمل زي ماسوره او نفق تحت هذا الطريق. طبعا لو انا عندي يعني تصوير، لو في فرصه لحضرتك اجيب لك 3 شريط فيديو، شوف الميه وهي نازله من على الجبال شكلها ولا اثيوبيا. وكان الطريق مقفول، اتصلت باللي هو عادل الكساب رئيس اللي ماسك عندنا العمليات بتاع جنوب سيناء كله، قال لي يا سامي ما تمشيش من طريق طابا لخطورته. قلت له انا هعدي عشان اشوف ايه اللي بيحصل في منطقتنا، لان احنا بقالنا اكتر من 20 سنه عمالين نتكلم في هذه المنطقه. صدقيني يا لميس، تعبنا من كتر الكلام، وما خليتش رئيس وزراء لما قابلته، وما خليتش وزير لما قابلته، وجه نفس اللي هو خالد فوده نزل معايا ومسك المهندس في الموقع وهو شغال. قلت له المهندسين دي جايه من محافظات طبيعيه، مش المحافظات بتاعتنا اللي هي فاكر انه بيعمل شغل طبيعي. طيب الخسائر اللي عندنا بقى قد ايه يا استاذ سامي؟ لا تقدر حضرتك. اول خساره لازم يعني حضرتك، اول خساره تبقى حضرتك معايا فيها ملايين الامطار اللي نزلت على البحر، اللي حتى ما عرفناش نحوشها، اللي هي عمالين نتكلم فيها، نغلق وادي وتير، نعمل خزانات، نعمل كل شيء ممكن الناس تستفاد بيه والحياه تبقى هنا. احنا عمالين نتكلم في اثيوبيا على الميه على الميه، احنا ملايين الميه فيها ارتفاعات في حتت وصلت فيها صدقيني اكتر من 80 سم. بس انا كنت معلوماتي ان كان في سدود هناك وبنحوش وراها الميه، هل ما فيش الموضوع ده؟ لا، في حتت، بعض الحتت لحاجات لا تتعدى ال 4 متر و5 متر واماكن صغيره اتملت، وبقت المواسير بتنزل ميه من الفائض بتاعها. لان هو الكميات اللي بتيجي في السيل اللي زي اللي جه ده، حضرتك لو اتحت لي فرصه هجيب لك افرجك حاجه تقولي احنا في اثيوبيا مش طب تمام. فالميه دي راحت، اللي احنا المفروض نحوشها، حتى يعني نزلت الميه وعملت دامج وعملت خسائر، على الاقل نستخدمها نحوشها للري لاشياء اخرى. طيب الخسائر الثانيه بقى، الفنادق، اجلاء السياح، الاصابات، قول لي ايه خسائر الخسائر. انا يعني اول فندق عندي واحد بلغني للاسف كان بيطلع بيجيب دلوقتي حاجات، عشان كان ناويين نفتتح ونبدا نعمل تشغيل بعد اللقاءات السيسي اللي بيقولها، وان لازم المصريين والناس تشتغل. احنا رجال اعمال وليس رجال كلام. الراجل بيكلمني من الصين بيقول لي يا سامي المعدات اللي في الفندق عندي في البدروم اكتر من 30 مليون غرقت، ده فندق واحد، وهو بيشتري المعدات عشان يجي يفرش عشان يفتتح عنده 1000 اوضه عندي في طابه. احنا مشكلتنا في طابه للاسف ان احنا ساعه لما نرفع العلم كلكم اذاعه وتلفزيون وجرايد نرفع العلم ونهيص.
وساعه لما يتقلب اتوبيس تيجي تعزه. ما بين ده وده طول السنه مين يقدر يطبطب على الناس اللي هناك اللي قاعده تحرس الارض؟ مين يقدر يمول هذه المشروعات المتوقفه اكتر من 20 سنه؟ انا ممنوع عندي تمويل عربي واجنبي وبنوك وطنيه، طب اشتغل مع مين سيادتك؟ بشكرك استاذ لميس، انت انسانه عظيمه وبنتمنى ان انت تتبني ملف ويب عطابه، لان ده يعتبر تفريغ للمنطقه دي. احنا مش عارفين اللي مين اللي وراها طبعا، احنا لغايه النهارده مش عارفين لمصلحه مين انت شايفاه دوت، والتدمير اللي بيحصل ما عنديش طيران داخلي. طب انا النهارده الباقي منطقه ويب عطابه اللي بيربطها بمصر ثلاث طرق، الثلاث طرق اصلا نجر سيول، يعني وادي وتير مغلق، طابة اللي انا كنت فيه ومرني وصوره نازله في الاهرام النهارده، السيول نازله من ارتفاعات من اعلى الجبل زي ما اقولكيش شكلها ايه. ايوه طريق الصعده الثالث ده حضرتك برضه طاق مجرى سيل، اما الثلاث طرق الاساسيين اللي مجرى سيول ثلاثه مجرى سيول، وبعدين ما عندكيش طيران داخلي. بشكرك استاذ سامي سليمان رئيس جمعيه مستثمري طابا نويبع. يعني مشكلات السياحه مشكلات، يعني بنقول للسياح تعالوا ليه اذا كانوا هيتحبسوا في سيول؟ يعني مفهوم على فكره ده في العالم كله بيحصل، بيبقى فيه سيول بيبقى فيه اعصار، لكن بيبقى فيه استعدادات واضحين. احنا عارفين النهارده ان ده موعد سيول، عارفين من الارصاد الجويه انه ده بالفعل فيه جايلنا سيول. واحد، المايه دي كان لازم تستخدم. اتنين، مخرات السيول اللي تم يعني اغلاقها، ونتمنى ان المقاولين العرب بيردوا علينا، يعني نتمنى ان هم يشوفوا ايه الوضع، ليه المهندسين بتوعهم عملوا الكلام ده. واضح ان في شكوى من المستثمرين في هذا الاطار، واتمنى ان الكلام ده يكونوا سامعينه الاثنين مرشحين سواء حمدين او المشير السيسي، يكونوا سامعينه. هذه المنطقه كنز لكن قد يفنى.